تم تسجيل بعد الانتهاء من عمليات الفرز 5,023,385 صوت معبر عنه، و 633,885 صوت ملغى، و 407 صوت متنازع عليه سيفصل فيه المجلس الدستوري. أما بالنسبة للأصوات المعبر عنها فقد أصفرت عن النتائج الأولية الآتية: أولاً، الأصوات المعبرة بنعم 3,355,518 صوت معبر عنه، أي بنسبة إجمالية تقدر ب 66.80%. 2، الأصوات المعبرة بلا 1,676,867 صوت معبر عنه، أي بنسبة إجمالية تقدر ب 33.20%.